اف، ليش هالقد نحفان؟ ليش بعد ما تجوزت دخلك مش عبالك يصير عندك اولاد؟ ولا اذا عن جد عندك مشكله تعي خبريني اياها، انا بساعدك. ما بين الصراحه والوقاحه شعره كلياتنا فينا نتخطاها، نكون صريحين زياده عن اللزوم وامرار وقحين. ما حدا بيعرف تاني كيف ممكن يتقبل صراحتي الزايده، كيف ممكن يصنفها. اللي انا بعتبره صراحه ممكن الاخر يعتبره وقاحه لا بل تنمر. مرحبا، كريم طرقجي، عمري 20 سنة. اسمي رشا، عمري 25 سنة، أنا سورية بشتغل Operations Manager. مرحبا، اسمي دانا العقاد، أنا من سوريا، عمري 23 سنة وبشتغل Segment Producer. اسمي جورج وطفي، عمري 23 سنة، بشتغل مدير مسرح. بعبارة ورد، في عبارة بتقول على طول بسمعها، نحن ما منحب نتقبل النقد. بتوافقوا الرأي؟ يعني ما بحب حدا يقول لي القصص السلبية اللي عندي. لا، أنا بالعكس، أنا بقدر هذا الشيء. إذا حدا إجا قالك نقاط الضعف اللي عندك أو... أكيد لا أشتغل عليها، لحسنها، لطورها. بس بالأسلوب اللي حدا فيه ينقدك فيه، الأسلوب هو اللي بيفرق. أنت بتتقبل الصراحة؟ أنا بتقبل. إذا مثلا هلأ أنا جيت قلت لك أنت شعراتك مش حلوين، بتتقبليها أو بتقولي لحظة ما دخلك؟ لا عادي، هذا رأيك أنت حر فيه وهذا رأيي وأنا حر فيه. دانا، بحكي لك ما دخلك وبقول لك مرة تانية، أنا بطلب رأيك وأنت بتعطيني إياه، غير هيك لا. فأنا برسم حدودي واللي قدامي لازم يحترمها لا أكثر ولا أقل. رح أعمل معك تست. يلا واعمليها معنا شوف. يلا. هاي دانا. هلا والله، شو الأخبار؟ دخلك؟ ليه هيك عامل بشعرك؟ وش دخلك شو دخلك؟ لا أنا قصدي كرمالك يعني، بس حتى بس أنا قلت لك أعطيني رأيك بشعري مثلا أو بشكلي أو whatever. رشا، مش حان الوقت إذا حدا قال لك شعرك مش حلو ترد عليه بهيدي الطريقة؟ مش كل شيء بيزعجني، لا يعني عادي، هو رأي بالأخير، كل إنسان له رأي بالشخص اللي قدامه. ممكن اسمعه ممكن ما اسمعه. هلا هيدا الرد بهالطريقة أنا ما بشوفها صراحة، يعني إذا عم نحكي على الصراحة يعني مين أنا ما مين بتقبل هيدا أنا أو يعني الرد كتير عم تهاجميك أنت. هو مش ما عم بيهاجمني. طيب أوكي، بس إنه في بأسلوب، فيك بأسلوب تاني. أنت كنتي عرفاني هو شو ناوي لما قال لك عن شعرك؟ طيب أنا برسم حدودي وانا هيك شخصيتي، واللي عاجبه عاجبه، اللي ما عاجبه شو بدي اعمل؟ طيب ان اول سيناريوز عن جد شو بدي اعمل يعني؟ ولا بتفرقي بين انه عم بنصحك كزميل او عم بنصحك كاخ او عم بنصحك انا بعرف انه انا بحس حالي لو انا بحترم الشخص اللي قدام ما بتدخل باشياء اللي دخل بمظهره مثلا الا وطلب مني لا اكثر ولا اقل. عباره بتقول بقبل التعليقات من الاشخاص اللي بوثق فيهم. اكيد طبعا، بس أكيد. بس حصرا على يعني الحلقه الضيقه يعني انت بتكون يعني مطمن انه نيتون ينفعوك اكثر يرفعوك لفوق. ما نيتون تو برينج يو داون، لانه الكومنتس اللي ممكن نسمعها انه لا انت ما عم تشتغل صح، ممكن تاخذها من طرف واحد متنمر او واحد مستحقرك زياده عن اللزوم لانه غيران او ممكن يكون انسكيور، او ببروفيشنال سيتنج واحد بفهم اكثر منك عنده اكسبيرينس اكثر بيقول لك نفس الكومنت بس بطريقه دبلوماسيه اكثر، انه انت ممكن تحسن هيك هيك هيك، هي نفس الفيدباك. كمان في نقول انه الشخص حساس، ممكن يكون الشخص اقوى منك عاطفيا ونفسيا وشخصيا وكل شيء، بس عنده حدوده. في ترويج خاطئ بتحسه للتنمر هلا بهذا الوقت؟ السوشيال ميديا عم تلعب بشكل كثير كبير بموضوع التنمر. انت تعرضت للتنمر بحياتك؟ كثير. على شو؟ على شكلي. بس شو بشكلك؟ لا هلا مختلف تماما عن لما كنت بالمدرسه. في بنت انا مستحيل انسى اسمها. مستحيل. شو عملت؟ عملت عمايل معي. ما بعرف ليه كانت تكرهني لهي الدرجه بصراحه، لدرجه انه شبهتني، يعني كنا قاعدين مثلا في مكان شبهتني باني كلب نجس ما فيها تقعد معي في المكان. نفسي واجهها لانه هذيك الوقت ما قدرت واجهها لانه كنت ضعيفه. هلا نفسي اروح احكي اسمها واقول انت 1 2 3 4 مرتي. رحت اشتكيت وعملت على هلا اذا هي عم تحضرك ما اتوقع تتذكر، ممكن تكون انسان والله ممكن تفتحي لها ذاكر. شو تقولي لها؟ لا مش حلو. مش حلو اللي هحكي لها اياه، بس هي اذتني لما رحت على المختصين في المدرسه وقلت لهم هيك 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 حكت،
ما عملوا أي شيء. بس عادي تخطيناهم. بس هي لسه ما بعرف كيف ممكن إني انتقم أو ممكن إني بس إن بدك تنتقمي؟ إيه. أو عبالك بس تقولي للي بقلبك وخلص. بس هي يعني هذا الانتقام. أيوه. طيب شو بتقولي لها هلأ عم تحضرنا؟ للإنسان اللي تنمرت علي وأنا صغيرة وأثرت علي لهلأ ومستحيل أنسى اسمها، أنت كنتي إنسانة كتير سيئة وبشعة كتير من جوا، ولو كان رجع فيني الزمن لورا وبشخصيتي وتفكيري هلأ كنت وقفتك عن حدك وكنت خليتك تتعلمي كيف تتعاملي مع البني أدمين اللي قدامك، لأنه مش أنت اللي بحقلك تحكي عن أي حد بهاي الطريقة. كان نفسي صرخ، كان نفسي أحكي، كان نفسي أعبر عن اللي جواتي، كان نفسي أم شدة من شعره وأضربها عادي يعني. بس ما قدرت أعمل هذا الشيء أبدا، كنت أكتم جوا. لو أنا فيني أحكي لحالي لما كنت صغيرة لما تعرضت للتنمر شيء، هحكي لها واجهي وأحكي وصرخي وعملي، ما تسكتي عن حقك، ما تكتمي، لأنه هذا الكتم اللي أنت عملتيه أنت وصغيرة أذاكي كتير وأنت كبيرة. يعني أنك كتمتي، أنا بأسف أن الواحد عن جد هالقد يحط بقلبه. شو اللي خليك تقلبي من رشا الإنسان الضعيف اللي ما بيقدر يصرخ وكيبت حاله وكيتم صوته؟ شو اللي خلي لصوتك يطلع؟ انفجار، مواقف تتراكم مع بعض. إمتى انفجرتي؟ من 3 سنين. واو، خلاص انفجرت وخلاص. شو كانت اللحظة هاي اللي خلتك أن تقولي لحد هون وبس؟ حد من الناس القريبة يعني هو اللي ولد هذا الانفجار. تشكري هلأ؟ لا، لأنه هذا الانفجار كمان أثر علي سلبي شوي، لأنه كان شخص كثير قريب. بس في شخص في حياتي هو اللي عم بيساعدني إني أنا. مين؟ اللي بحبه، زوجي. أيوة، هو اللي نحن بحاجة للدعم لحتى يخلينا نتخطى، دعم العاطفي طبعاً بخلينا يعني نتخطى الأذى النفسي اللي نحن منراكمه من طفولتنا طبعاً. أو بسبب التنمر أو الصراحة الزائدة طبعاً، أو الكره عند البعض. أكيد بدون دعم أحياناً الإنسان ما بيقدر يعمل لحاله، بدون ما حد يسنده يمسك إيده يقوله لا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، ما هيقدر. الشيء اللي مرقت فيه رشا كان أوكي صعب، بس فيها بعد هيدا الشيء قطع معه من زمان كتير، بعد وقت كتير كبير. أنا برأيي المفروض بينسى. بزعل إني أشوف مثلاً حدا متأثر، يعني لهلا متأثر بهالموضوع، يعني بصير بدي أنا ساعده. وأنا كمان عانيت شيء مشابه لهيك لما كنت يعني صغير بالمدرسة. أكثر موقف اللي لسه بتذكره كانت مديرة المدرسة. أنا لما كنت صف سادس انطردت من المدرسة. ليش؟ يعني من التنمر اللي عانيته بين الطلاب صرت the class clown، يعني أنا resorted to other ways to بس مشان أعيش بالمدرسة. أنت كنت المهرج تبع الصف أو الدينامو. كنت المهرج تبع الصف مشان خبي المعنويات اللي كانوا يتنمروا فيها، يعني أخبي الكآبة اللي كنت عايش فيها بالمدرسة. من شو هالكآبة يعني؟ شو هالكآبة كانت من بين جسديها بكلمات اليوم اللي هي خلتك تكون كئيب. اللي خلتني أكون كئيب إنه أول ما رحت هاي المدرسة كانت بمجتمع جديد علي، كانت ب شو كانوا يقولوا لك؟ كانوا يقولوا لي أنت نعوم، أنت بنوتي، ليش شعر طويل عيون خضر، ما كانت الأفرج رجل مثالي العربي. فاضطريت أكون المهرج الصف، فاتقط أسكاليتد كنت تخبر أهلك؟ أهلي عرفوا بعد ما التيرن فيزيكال. هلا هو بصراحة نفعني أكثر ما أذاني، يعني قدرت أتعلم كل شيء من المعاناة وبعدين أستغل هالمعاناة لأحسن نفسي. يعني أذاني بصغري، بس هلا شايف إنه إنه أواني شخصيتي. Can I say something؟ ممكن نبطل سير دراماتيك شوي؟ لا كانت موف اون، خلص سمعتي كلمه لما من 10 15 سنه. ما هي اللي عم بحكي فيه. Let's get over it يا جماعه. واحد I got over it. If I didn't get over it. اذا انا ما نسيت ما تخطيت هالموضوع ما بروح بوجه لها كلمه للاخر. We're not fixating على الموضوع انه صار معي هالموقف انا الفيكتيم وهذا اللي عم بتعامل معي، لا
انا دائما فيكتم، انا ما عم بحكي يعني انا ما بفتح الكارت الفيكتم، مش عم تلعب دور الضحيه. ما انا ما عم بلعب دور الضحيه بهالسيناريو بس بليز. انت بنظرك انه هن بيزيدوها شوي يعني كتير؟ عم بيكونوا كثير حساسين كثير عم يزيدوها يعني حسب الشخص. ما عم بحكي عنكم اوكي، انا ما بحكي عنكم، انا عم بحكي بالمجمل. انا عم بحكي بالمجمل لو سمحتوا. في ناس كثير عم تعملها مسلسل هندي صراحه. اكيد انا بعرف. انا والله ما بعرف، حكت لي هي انت شعرك قصير زياده على اللزوم ولا انت. طب يا جماعه الحياه بتستمر، بس لما يكون الواحد يعني بيكون مش قادر بعد يدافع عن نفسه، منه محصن نفسيا لحتى يعني ما ينأذى. معك بس بليز لو سمحتوا ما نضلنا نحكي بالموضوع، نعيد ونزيد نكبر ونعمل من الحبه قبه. خلص حدا حكى لك كلمه مش منيحه، تمام بتعامل معها نفسيا، بقوي نفسي. رشا بتوفيها الرأي ولا اللي عم بتقوله مستفز جدا. لا هلا انا معاها بانه الواحد انه يقدر يحاول يتخطى، بس هذا الشيء مش بيوم وليله. الانسان مش دائما بيقدر يموف اون، ومش كل الناس بتكبر المواضيع وبتعمل من حبه في ناس بتوصل للانتحار. أيوة. اوكي بس دقيقه لو سمحتوا، احنا ما عمنا بليز ما تدخلونا موضوع الانتحار حاليا. انتحار ممكن ما يكون بس بسبب التنمر. أنا بس احد اسباب الانتحار هو التنمر. ما فيك توصل لهالمرحله كمان لحظه. ما فيني حد والغي هالقد، هو جزء. مش عم بقول كل اسباب الانتحار هي تنمر، ولكن جزء بيوصل الى الانتحار، بيوصل الانتحار طبعًا. بس حدا بيقول لي انت شعرك مش حلو روح انتحر، لا كثير هي لا حبيبتي هو تراكمات كلمه على كلمه، من هون من هون، من مدرسه، من شخص، من حد قريب، من اهلك، من 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 من. لما كل هالعالم قاعده بتتنمر عليك وانت مش عارفه تحكي اي شيء، اخر شيء الانسان من جوا ممكن ما يستحمل. رشا مش مسؤوليتك انت، انت مش مسؤوله عن نفسك ومسؤوله عن صحتك النفسيه. انا ليش بدي اعطي الناس الثانيين مسؤوليه على صحتي النفسيه؟ اوكي مو مشكله، انت انسان مش متربي، انت بتصنف الشخص انت اللي يتعرض بتصنف الشخص اللي بيتعرض للتنمر انه هو سبب يعطي مجال للاخر انه يتنمر عليه وهو ضعيف الشخصيه. انا ما بصنف اي حدا، انا عم بحكي شغله واحده لازم بس. يكون في تصنيف. انا هيك بصنف من الاخر انا مش ضعيف شخصيه. انت لتسمح لحدا غيرك مثل ما عم نقول يتنمر عليك؟ انا عم بسمح، انا عم بسالك اليوم. انت الشخص اللي عم يتنمر متنمر عليه يعني الشخص اللي تعرض للتنمر هو شخص ضعيف، شخصيته ضعيفه 100% شخصيته لا ضعيفه. لا طبعا ما له دخل. حرام علينا هيك شوفها. هلا انت صرت المتنمر عن جد، انت هيك هلا عن جد متنمر، لانه يعني احنا مش ضعاف شخصيه. نحن اجت علينا فترات ما كنا عارفين نحكي، ما كنا فاهمين شو يعني تنمر. اهالينا ما عندهم هي الثقافه. انا بس بدي اقسم بين الفئات، لانه عمر اللي انت فيه كنت مش واجبك تعرفي اني اعرف شو يعني تنمر. ولما انت تروح تشتكي لاكثر من حد، الناس اللي هن فوقك هن اللي لازم يوجهوك ويعلموك ويعملوا ويساووا، ما يعملوا شيء. طب يعني وين ضعف الشخصيه؟ هذا مش ضعف شخصيه، هذا نحن عايشين في مجتمع مش عارف كان يتعامل او ما كانش عنده ثقافه. هذا احكي لك شغله رشا، احنا عايشين بمجتمع دراماتيك. إف اوكي إف دراماتيك. لحظه فسر لي شو يعني. بس اعطيني المجال من الاخر. لا خليها بس لحظه. كيف يعني مجتمع دراما؟ شو يعني؟ انا بحكي لك مجتمع دراماتيك. انا بحكي لكم شو يعني مجتمع دراماتيك. يعني انا بتيجي وحده تحكي لي كلمه مثلا اوكي ما عجبتني، مثلا الموقف اللي صار بيني انا وقيس. هو موقف تمثيلي بس انا كنت اكيد تمثيلي. انا بحب قيس كثير، بس انا بحكي لكم شغله شو، انه انا قاعده هالموقف اللي صار بيني انا وقيس، يمكن بنت تانية تكون عم تبكي صح عم تعمل هيك صح ولا لا؟ بس مش يعني هي دراما، بس مش انها دراما. وان منت بس مش معناها انه انا اروح احكي هالموقف احكي لكل حدا بشوفه بعدين اقول له والله المذيع تنمر علي بالنص البرنامج وبيني انه انا ما بعرف شو. لا يا جماعه خلينا ما نكبر الاشياء يا حبيبتي بليز. انت دقيقه بس لو سمحتي خليني افهمك شغله، لانه شخصيته قويه. لا 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 يعني المتنمر هو شخص شخصيته قويه. قيس انا هيك بشوف الموضوع يا جماعه، كل انسان مسؤول عن صحته النفسيه وعن حدوده، تمام؟ لا انا مسؤول عن صحه النفسيه للشخص اللي مقابلي. ما بيحق لي اني انا اتعدى على حريه الاخر ما اني اجي احكي كلام، لانه انا ما بعرف كيف كثير. لا انتوا دراماتيك. لا ليش يا حبيبتي نحن انا متفق على موضوع واحد. في كثير ناس عانوا من التنمر ودخلوا بكثير معاناه بحياتهم، بس بعدين بأوفروها زياده. كريم بأوفروها زياده. لا انا بأوفروها زياده. لا دايما بليز انا الي حق التعبير وبظلموا نفسي. انا صراحه ماني من رايك، بس بدي اقول لك شغله. انا بصدق احنا مش اوفر دراماتيك، نحن انسانيه.
لحكم التعليق. Eat dirt or get punched in the stomach. Eat. Okay. You're the big bully, no? كريم، شو ذكرك هذا الفيديو؟ هدول مواقف دائما صارت معي لما بكون صف السابع، الفصل الأكبر، التاسع، عاشر، حتى الطلاب البونو سينيورز بيستهدفوا الأصغر، لأنه صارت باور موف بين الواحد أكبر. صارت معك أنت؟ طبعا. هلأ بهيك موقف كيف الأصغر فيه يدافع عن حاله؟ ما بقى مين فيه يتدخل، مين فيه يوقف هيك موقف. من كم سنة صارت هالقصة؟ كمان صف السابع، يعني ست سبع سنين. من سبع سنين وبعد الغصة لهلا انت عم تحكي معي، صوتك عبر. كمان فيديو جديد بلكم التعليق. يعني ايه هزار؟ يعني مثلا لما باجي اندح على الواد ابني بقول له حمار. بقول لك ايه مالكش لازمة، مالوش فيه. انا هذا الشيء كتير بينرفزني صراحة. كتير مستفز. عدد كبير من الناس عم بيتعرضوا للتنمر حول العالم، ولكن على طول متخبى ورا كلمة انا بهزر بمزح. ليش حمزح؟ في حدود للمزح، في حدود، دائما في حدود. يعني مثل هذا الفيديو في لا تخطوا الحدود. في حدود بكل شيء صراحه. وهذا الشيء اللي شفناه كان تعدي على كثير اشياء صراحه. طب اكثر من تنمر، حدود بكل شيء. انت في حدا ضايقك بالكلام؟ اكيد بحياتك في حدا مرك عليك وبعدك او جرحك. اكيد، بس انه ما بضل معلمه او ما بضل بتذكر او انه خلص اوكي، يعني شيء بيقطع. شو كانوا يقولوا لك انت وصغير مثلا؟ مش انا صغير، انا كبير. حتى انت كبير. ايه بس انه مش تنمر، ما بعتبره تنمر. يعني هو شو حسب الديبانز انت بتعتبره تنمر ولا لا. خليني كريم ورشا ودانا هني صفوا، شو بيقولوا لك يعني؟ مثلا انا هلا مثلا في كثير عالم بتحكيني عن موضوع الطود، موضوع طودي، انه قصير، انه اذا بكون مثلا واقف على رصيف بالشارع او شيء، انه اذا تنط او تنط تنتحر او هيك شيء. يعني الديبانز حسب هني. بس انه this is extreme by the way. لا هلا انت عم تضحك وقتها ما انزعجت؟ لا ضحكت، لانه وقت انا بس انت ليش متذكر هالجمله لهلا؟ لانه موقف بضحك. انا ضحكت على الموضوع. بس الضحك كود بي ان رياكشن، بستعمله مع حدا ثاني. ممكن يعني تضحك مشان بستعمله مع حدا قصير ثاني. حسب الشخص، حسب قوه الشخص، هل انت قادر انك تسند حالك بحالك او انت محتاج حد؟ المفروض هو الشخص، انا بشوف الشخص القوي هو قادر يسند حاله بحاله. انا بوافق. والشخص اللي يعني انا مثلا مع احترامي لقصتك وكل شيء قطعت فيه وهيك، بس انا هي مثلا بالحكي ما بشوفه تنمر. يعني التنمر انا اللي بشوف التنمر هو بس يكون بالاكشنز. يعني ما بيجرحك الاكشن اللي عم تحكي كيف؟ بس بالفيزيكال اكشن فيك تصنفه كتنمر. هو انا هيك بصنفه، عنته هي فيربال ابيوز. فالسايكولوجيكال افكتس ضلت لمدان سنين مع الوقت. خلص مفروض تكون قطع. طبعا متقطع، بس اللي هين عليك او بالنسبه لك مش بالضروره يكون سهل على الاخر. صح. يعني اللي انت تقدر تتحمله يمكن غيرك ما يقدر يتحمله، مش يعني هو ضعيف وانت قوي، لانه بغير مواقف رح تنعكس. يمكن هو يفاجئك يكون قوي وانت تكون ضعيف. هيدي هي بعتقد المشكله اللي نحن عم نطرحها اليوم، انه ما عم نقدر نفهم هالديناميكيه مع الاخر، راينا وين لازم يوقف، كلامنا قد ايه يكون جارح، ومش على طول يكون المقياس نفسه. انه طالما هذا الشيء ما بيزعجني لإلي، انا باخذ تحصيل حاصل انه لا كريم ولا رشا ولا جورج ولا دانا رح يتضايقوا. رشا، شو معقول تكون عقوبه التنمر او هالجريمه؟ حسب المكان. أعطيني العقوبة. عقوبة يعني أنت من your personal experience، من كل شيء قطعتي فيه، بتقولي هيدي هي العقوبة اللي لازم يخدم المتنمر. ينسجن، يتعامل نفس شو؟ شو قال؟ وين رحت؟ إعدام. إعدام؟ رجعي لي رجعي لعندي. أوكي. عقوبة بالنسبة لي عقوبة التنمر إنه الإنسان هذا ينسجن ويتكرر عليه نفس الكلام اللي كان يتكرر على هذا الشخص اللي هي، أو يروح على المصحة النفسية عشان يتعلم ويتربى تفكيريا ونفسيا. تحدي لليوم هو نوع من ثيرابي. خلينا نكتب عبارة أو كلمة عن جد علمت بقلبنا وجرحتنا بمحل معين، نكشفها وبركي هيك بنمحيها، مش بس على اللوح اللي قدامكم، نمحيها كمان من ذاكرتنا ومن قلبنا، وبيرجع هيك أبيض إن شاء الله.
هذه تكون جملة؟ أكيد. في كثير جمل وكلمات بتقطع هيك بتمرق بدينتنا أو بتعلم كم من قرايب، أفراد من عائلتنا، من أصحاب. ممكن تكون نيتهم منيحة بس فعلاً وقع يكون جارح عنا. البعض بيصنفها صراحة، البعض الآخر ممكن يصنفها وقاحة، فيها تكون تنمر أكيد. كريم، شو كتبت على البورد؟ الكلمة اللي كنت كثير تسمعها؟ بنوتي. شو بتقول اليوم؟ قول اللي بدكم اياه. قادر تمحيها عن اللوح وبنفس اللحظة اليوم تعد انك بتمحيها من راسك وما بقى بتحس انه نقلت لك؟ هي ما بقى تفرق معي يعني. وصلت لهالمرحلة؟ تمحيها؟ دانا، ما رح توصلي لأنك بنت. مين كان يقلك إياها؟ أهلي. شو بتقولوا اليوم؟ بقول لهم لأني بنت رح أوصل. جورج، يزمك، مين كان يقلك إياها؟ هاي الكلمة، أنا هاي الكلمة خصوصا هاي الكلمة مزاجي. يعني انه ما عندي مشكله انه اوكي صور وما بعرف شو كذا، بس هاي الكلمه بشعه. مين كان لك اياها كثير؟ حدا كثير قريب لك. للاشخاص شوي اللي بعيده لهجتهم عن عن لهجتنا، هي توصيف بشع عن طول الشخص. رشا، اني انا انسانه اتفه من اني اكون شخص مهم بهاي الحياه، بس انا مسحتها لاني انا هلا انسانه مهمه بالحياه. وصلت اللي بدي اياه وعملت اللي بدي اياه، اشتغلت على حالي لو وصلت لهون. واكيد لازم تكوني فخوره كثير بحالك والحياه لقدام بعد. اكيد. بالنهايه بحب اقول لكم شغله واحده وكثير مهمه، خلينا نتقبل بعض. مش كل شيء بسيط بالنسبه لي ممكن يكون وقعه بسيط عند الاخر، كمان صحه الاخر النفسيه مسؤوليتي تنطلق من عندي. الكلمة بتأذي أكتر بكتير من أي شيء بالحياة، وممكن تضل هذا الأثر معه لآخر لحظة بحياته، وممكن هذا الشيء بعدين يأثر على أولادهم. فلكل إنسان بيتنمر على أي حد بكفي لهون وبس.